بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. فروضها 13. الأول: النية بالقلب، فيكفيه في النفل المطلق وتحية المسجد وسنة الوضوء نية فعل الصلاة، وفي المؤقتة والتي لها سبب نية الفعل والتعيين كسنة الظهر أو عيد الفطر أو الأضحى، وفي الفرض نية الفعل والتعيين صبحا أو غيرها ونية الفرضية للبالغ. ويستحب ذكر عدد الركعات والإضافة إلى الله تعالى والأداء والقضاء، ويجب قرن النية بالتكبيرة. الثاني: أن يقول الله أكبر في القيام. بدأ المؤلف في الحديث عن أركان الصلاة، وهذا حديث حقيقة في غاية الأهمية. أركان الصلاة سهلة، 13 ركن. هاي 13 ركن أولها النية، القيام مع القدرة، القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، الفاتحة، الركوع، القيام من الركوع، السجود، جزء من السجدتين، السجدة الثانية، الصلاة على النبي في التشهد الأخير، وقبله التشهد الأخير، ثم الصلاة على النبي في التشهد الأخير، والتسليمة الأولى، والترتيب في هذه الأركان. الحديث عن الأركان 13 كحفظها أمر سهل، لكن الفقه حقيقة لا يكمن في مجرد حفظ هذه الأركان 13، وإنما بالحديث عن شروطها شرطا شرطا، لأن فوات أي شرط من شروط هذه الأركان يبطل الصلاة. فلا بد حقيقة من التنبه على كل ركن من هذه الأركان وعلى كل شرط من شروط هذه الأركان. فنبدأ بهذه الأركان ركنا ركنا. قال: فروضها. لماذا لم يقل أركانها؟ لم يقل أركانها لوجود خلاف حقيقة في بعض الأفعال كالنية. هل النية ركن أم النية شرط؟ الركن والشرط في النتيجة واحد، من فات الركن تبطل صلاته، لكن الركن يدخل في حقيقة العبادة والشرط يكون قبل العبادة. مثال تقريبي: الشجرة لا تعيش دون ماء، لكن ليس الماء جزءا من مكونات وحقيقة الشجرة. لا تعيش دون هواء، لا تعيش دون شمس، لا تعيش دون تربة، هذه كلها شروط لكي تعيش الشجرة. لكن الساق للشجرة والجذور للشجرة هي ركن لا تعيش دونها، وهي جزء من مكونات هذه الشجرة. فالآن النية مثلا الطهارة، قبل النية الطهارة، لا تصح الصلاة دون طهارة، وهي شرط لصحة الصلاة. السجود ركن، ولا يصح السجود ولا تصح الطهارة عفوا ولا تصح الصلاة دون سجود. طيب، الآن ما الفرق بين الطهارة وبين السجود للصلاة؟ في النتيجة الأمر واحد، فقد الطهارة وفقد السجود يبطل الصلاة، لكن في الحقيقة يختلف، أن الطهارة قبل العبادة والسجود داخل العبادة. هذا الخلاف حقيقة قادهم إلى الخلاف في النية. النية ركن ولا شرط؟ من العلماء من قال هي شرط كونها قبل الصلاة قبل العبادة، ومن قال لا هي ركن لأنه يجب أن تقترن بالعبادة. الإمام النووي خروجا من الخلاف، لأنه الخلاف نظري مش عملي، قال: وفروضها حتى يقول لك سواء قلنا عنها فرض، سواء قلنا عنها ركن، ولا قلنا عنها شرط، في الحالين هي إيه؟ هي فرض. وبعضهم عبر عنها بالأركان، والأدق حقيقة أن نقول أركانها، الأدق أن نقول الأركان، وأن نجعل النية من أركان الصلاة، والله تعالى أعلم. قال: فروضها 13. نبدأ بالفرض الأول. قال: النية بالقلب. النية هي ركن لكل عبادة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحت وقبول، كما قدر جمهور أهل العلم، إنما صحت وقبول واعتبار الأعمال إنما يكون إيه؟ بالنية. فلا تصح عبادة دون نية. وهذه النية أين مكانها وموضعها؟ قالوا: القلب. ومعنى النية القصد إلى الفعل. يا فلان ليش أنت وقفت هون؟ تصلي الظهر، يعطيك العافية، هذه النية. لا يشترط في النية النطق باللسان باتفاق المذاهب الأربعة. طيب، النطق باللسان هل هو سنة أم بدعة؟ عند المذاهب الأربعة ليس بدعة، القائلين إنه بدعة قولهم بدعة. مذاهب الأربعة أهل السنة والجماعة اللي بشكل 99.7% من علماء الأمة لم يقولوا أن النطق باللسان بدعة، وإنما قالوا هو سنة فقهية لا نبوية. بمعنى
معنى قولهم أو معنى من قال هذه المقولة إنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نوى في الصلاة بلسانه، نعم، ولا في الصوم ولا في عبادة أخرى إلا في الحج. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نوى بلسانه في الحج فقال لبيك اللهم بحج، وهذا تصريح بالنية. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام صرح بالنية في الحج لحكمة، ألا وهي أن يعضد ويقوي أو تقوي نية لسانية القلب، وهذه الحكمة موجودة وين؟ في غيرها. فقاسوا غيرها عليها فقالوا من ينوي باللسان هو حقيقة يساعد، تكون النية اللسانية وسيلة مساعدة ومقوية وداعمة وعاضدة للنية القلبية، لذا قالوا تسن. فعند جمهور أهل العلم، عند سادتنا الشافعية وعند سادتنا الحنابلة، والحنفية لهم أكثر من قول، لكن المعتمد أيضا عندهم إيه؟ عندهم السنية الحنابلة. السادة المالكية حقيقة لهم تفصيل، وتفصيل جميل حقيقة. قالوا نفرق بين نوعين من الأشخاص، إنسان مستجمع النية مستحضر القلب والذهن خالي البال، وإنسان مشغول الذهن والبال. فقالوا إذا كان إنسان مستحضر القلب والنية والبال فقط ينوي بقلبه، وإذا كان الإنسان مشوش، شخص مريض ولا شخص عنده سفر ولا عنده عمل، فإنسان نيته إيه؟ نيته مشوشة. قالوا هذا الإنسان الأفضل لأجل التشويش أن ينوي بلسانه حتى يعضد وحتى تقوي نية اللسان نية القلب. وتفصيل المالكية تفصيل جميل، تفصيل جميل، التفرقة بين مشوش الذهن والبال وبين صافي الذهن والبال. لكن عموما حقيقة في المعتمد في المذاهب الأربعة لم يقل أحد منهم أن النطق باللسان بدعة، وإنما هو سنة عند جماهير بل عند معظم أهل العلم. قال فيكفيه في النفل المطلق وتحية المسجد وسنة الوضوء نية فعل الصلاة. الآن عندنا الصلوات ثلاث أنواع، إما نافلة مطلقة، وإما نافلة مؤقتة، وإما فريضة. النافلة المطلقة هي تلك النافلة التي ليس لها سبب من الأسباب، وهي ليست مربوطة بوقت معين، المقصود إيقاع هذه الصلاة بغض النظر عن طبيعتها، فهذه تسمى النافلة المطلقة، يعني مطلقة عن الزمان، يعني مش محدد إلها زمن معين، مطلقة عن السبب، ليس لها سبب يعني معين واضح، فتسمى النفل المطلق. ويلحق بها يعني زي واحد حاب يصلي هيك لله العظيم، الآن قام الآن إحنا بين المغرب والعشاء، صلينا ركعتين بعد المغرب، إنسان أحب أن يصلي هيك ركعتين لله، ركعتين الله أكبر، هذه تسمى نافلة مطلقة. قال وتحية المسجد، تحية المسجد ليست نافلة مطلقة لكنها ملحقة بها إلحاقا، هي صلاة لها سبب، لكن حقيقة هذا السبب ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود إيقاع الصلاة لهذا الأمر. يعني نوضح بالمثال، ضرب أمثل المؤلف، قال تحية المسجد، هل يا ترى المراد أنه فقط أصلي ركعتين اسمهم تحية المسجد، ولا المراد ألا أجلس عندما أدخل المسجد حتى أصلي ركعتين؟ المراد الثانية للحديث، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى ركعتين، يعني لو أنا دخلت المسجد صلاة الفجر وهم بيصلوا جماعة ونويت قبل أن أركع ركعتين أن أصلي مباشرة بنية فلا أجلس حتى أركع ركعتين، هل لي أجر تحية المسجد؟ نعم، لذلك يمكن حقيقة أن أنوي تحية المسجد مع أي فريضة. فلو أنا دخلت في صلاة الفجر أو الظهر أو العصر وكانوا يصلون فنويت تحية المسجد مع الفريضة إلي الأجرين، إلي الأجرين. ليه؟ لأنه ليس المراد خصوص ركعتين لتحية المسجد، وإن المراد ألا تجلس عند دخولك المسجد حتى تركع ركعتين. قالوا وسنة الوضوء، هل المراد ركعتين خاصات بعد الوضوء؟ لا، المراد أن تصلي بعد الوضوء، بمعنى في وضوء شو يتبع الوضوء؟ صلاة. فلو إنسان توضأ وصلى الظهر مباشرة بعد الوضوء له سنة الوضوء؟ له سنة الوضوء إن نواها. ومثل ذلك الاستخارة، ليس المراد وجود صلاة للاستخارة، لو واحد صلى استخارة وبنية استخارة ما في مشكلة، لكن لو إنسان صلى الظهر واستخار في صلاة الظهر أو بعد صلاة الظهر هل من إشكال؟ لا إشكال. وكذلك سنة الإحرام، وهي سنة صحيحة واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنه الإنسان بعد ما
ينوي الإحرام قبل ما ينوي آسف الإحرام يصلي ركعتين سنة الإحرام بعد ما يغتسل ينوي ثم يصلي ثم ينوي يصلي ثم ينوي. المراد حقيقة أن يصلي أي صلاة قبل الإحرام، أي صلاة حتى لو كانت فريضة. فلو الإنسان صلى فريضة الظهر فقط قبل الإحرام ثم أحرم بنية أنه صلى قبل الإحرام له أجر ركعتي الإحرام. وكذلك صلاة الطواف، سنة الطواف بعد ما الإنسان يطوف 7 طوفات يسن خلف مقام إبراهيم أن يصلي ركعتي سنة الطواف. فلو أن إنسان مثلا وهو بطوف أذن العصر خلص الطواف وقف خلف مقام إبراهيم وصلى العصر جماعة بنية العصر وبنية ركعتي الطواف إلو الأجرين، إلو الأجرين. ويصح حقيقة الجمع بالنية في هذه الصلوات الخمس التي ذكرتها، وإن كانت صلاة ذات سبب لكن ليس المقصودة لذاتها وإنما إيقاع الصلاة في مثل هذه أو عند هذه الأسباب. طيب، النفل المطلق تحية المسجد وسنة الوضوء والاستخارة والإحرام والطواف زدناها على كلام المؤلف، لماذا أتت هنا؟ قال يجب فيها فيكفيه نية فعل الصلاة، يعني بكفي إذا بدك تصلي نافلة مطلقة أو نافلة من الخمسة هذه إنك تقول بقلبك نويت النفل، نويت صلاة النفل، بكفي فعل الصلاة، نويت أن أصلي من غير حتى كلمة نفل. لو إنسان الآن بده يصلي أي سنة من السنة التي ذكرتها سابقا يكفي أن يقول نويت النفل الله أكبر، يعني لا يشترط أن يقول نويت صلاة أو سنة تحية المسجد، لا يشترط، لا يشترط، وإنما يكفي أن يقول إيه نويت النفل الله أكبر تكفيه. قال وفي المؤقتة، المؤقتة يعني النافلة التي لها وقت، لها وقت. مثال ذلك سنة الضحى مثلا، نافلة إيش تعتبر؟ مؤقتة لها وقت. قال والتي لها سبب، التي لها سبب المربوطة بشيء معين كسنن الراتبة، سنة الظهر شو سببها؟ صلاة الظهر. لو أنا ما صليت الظهر هل يسن أن أصلي الظهر؟ لا، سنة الظهر مربوطة بفريضة الظهر القبلية والبعدية، فهذه تسمى نافلة لها سبب. قال يكفيه نية الفعل والتعيين، يعني بدي أنوي نيتين مش واحدة، نية الصلاة وكونها سنة، سنة الظهر أو سنة العصر. قال كسنة الظهر. ومن التعيين الإضافة، ومن التعيين الإضافة، يعني بدك تصلي سنة الظهر القبلية بتقول نويت أن أصلي سنة الظهر القبلية، نويت أن أصلي سنة الظهر البعدية. طب 4 ركعات قبل العصر نويت أن أصلي سنة العصر فقط، ما بحدد قبلية ولا بعدية. ليه؟ لأنه فيش بعدية أصلا. لكن في بقية السنن في الفجر مثلا نويت أن أصلي سنة الفجر بكفي، ما في داعي تحكي القبلية لأنه ما في بعدية. سنة المغرب والعشاء البعدية يسن أن تقول إيه؟ يسن أن تقول البعدية. ويجب في قلبك أن تحدد كونها بعدية. ليه؟ لأنه في عنا حقيقة سنة قبلية للمغرب وعنا سنة قبلية للعشاء وهي غير مؤكدة وجاء فيها أحاديث صحيحة. إذن يجب أن تنوي في قلبك أمرين، ويسن حقيقة أن يكون باللسان، نية الفعل والتعيين. قال أو عيد الفطر، يعني بدك تصلي سنة عيد الفطر تقول نويت أن أصلي إيه؟ عيد الفطر أو صلاة عيد الفطر، نويت أن أصلي صلاة عيد الفطر أو نويت أن أصلي صلاة الضحى، كل هذا وين؟ في قلبك، ولا يشترط اللسان. ما حدا يفكر أرضى عنكم أنا بحكي لازم ينوي بلسانه، لا طبعا، إحنا نقول يسن. الأصل وين ما كان النية؟ القلب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوي بلسانه ولا بقلبه؟ بقلبه. أنا حقيقة بميل لكلام المالكية، أنا لا أنوي بلساني، أنوي فقط بقلبي. فإذا شعرت نفسي مش مشغول البال أو مشوش الذهن والفكر بنوي بلساني. ولا يشترط اتفاقا، يعني لاحظت أنه البعض مستغرب، يعني ست مكررة 5 مرات، لا يشترط اتفاقا أن تنوي بلسانك. قال وفي الفرض نية الفعل والتعيين صبحا أو غيرها ونية الفرضية للبالغ، يعني إذا بدي أصلي صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر لازم أنوي 3 أمور، لازم أنوي الفعل وفعل الصلاة،
وأنوي تعيينها ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، وأنوي إيه الفرضية، يعني أن أصلي فرض الظهر. إذن الخلاصة عندي ثلاث مراتب. المرتبة الأولى النافلة المطلقة وملحقاتها الخمسة، بكفي أن تقول إيه، بكفي فقط أن تنوي نويت الصلاة، فعل الصلاة. إذا كانت نافلة إلها سبب، شو بدي أذكر معها؟ بدي أذكر معها سببها، بدي أعينها، نويت أن أصلي سنة الظهر القبلية. إذا كانت فريضة زي الظهر، نويت أن أصلي فرض الظهر. ليش قالوا طيب فرضة بدك أنوي الفرضية؟ قال لأنه ممكن الظهر تقع نافلة، لو واحد أعادها أو مثلا بجماعة أو بغيرها يمكن أن تقع نافلة، إذا قالوا لابد أن تنوي في الفريضة ثلاثة أمور سادة الشافعية: نية فعل الصلاة وتعيينها كون ظهر أو عصر، وفرضيتها نويت أن أصلي فرض ظهر وين؟ في قلبك. قالوا لو نوى بلسانه فهذا أمر أيضا مستحب. قال المؤلف رحمه الله: للبالغ، أي نية الفرضية للبالغ. طب ليش للبالغ؟ قال إنه لو الصبي صلى الظهر مش واجب عليه، ففيش داعي أصلا، كما رجح الإمام النووي، ما في داعي أصلا إنه في المجموع، ما في داعي أصلا إنه يقول الفرض إنه لا تجب عليه أصلا. وإن كان المعتمد حقيقة والأوجه في المذهب إنه حتى الصبي نعلمه، نقول إنوي نويت أن أصلي فرض الظهر. طيب هي مش فرض عليك، كيف بدي أحكي له إنه فرض الظهر؟ قال لأنها فرض بالجملة، هي مش عليه فرض لكن هي في ذاتها فرض، فهو ينوي الفرضية باعتبار ذاتها، لا باعتبار تعلقها بذمته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب ذكر عدد الركعات. قالوا الأفضل نقول في قلبك طبعا أو تصلي أربع ركعات فرض الظهر. ليه؟ قالوا للتمييز، بس أنا أميز أربعة فيها مزيد من إيه؟ مزيد من قوة النية. قال والإضافة إلى الله تعالى، لو تصلي أربع ركعات فرض الظهر لله تعالى، قالوا الأفضل مش واجب. ليه؟ قال لأنه إذا أنا قلت لله تعالى فيه إيه؟ فيه دفع للإنسان نحو الإخلاص، استحضار النية لله. ممكن واحد يقف في المسجد يصلي ممكن لأجل الناس، لأجل شوفوني أنا بصلي رياء، لكن إذا قال لله تعالى ففيه كأنه يدفع نفسه نحو إيه؟ نحو الإخلاص. قال والأداء والقضاء، الأفضل ينوي الأداء والقضاء ولا يجب، يعني هو تصلي واحد مثلا دخل مش يصلي العصر الآن، يصلي العصر، الأفضل أن يكون يصلي الفرض العصري قضاء، لكن لو ما قال ما هي قضاء واقعة لو لم ينويها. قال ويجب قرن النية بالتكبيرة، هاي نقطة مهمة جدا حقيقة، وهذا خلاف بين سادتنا الشافعية والجمهور. الآن نية الصلاة هل يجب تكون مع الصلاة مع تكبيرة الإحرام، ولا ممكن تكون قبلها بوقت يسير؟ الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، وحقيقة قولهم أسهل وأريح للأمة وللناس، وهو ما نفتي به الناس بالمناسبة، أنه لا يشترط أن تكون النية مقارنة مع تكبيرة الإحرام، وإنما يكفي أن تكون بوقت يسير، يعني نويت الظهر مثلا صرحت شوي بعدين الله أكبر مش مشكلة، سكت شوي مش مشكلة. السادة الشافعية قالوا لا، يجب قرن النية بتكبيرة الإحرام، يعني يجب عند الله أكبر أن أنوي النية المطلوبة، أن أنوي أن أصلي فرض الظهر، هكذا بدي أعملها بلساني، مع أنه الأصل هم قالوا وين تكون؟ بالقلب، لكن من باب التقريب نويت أن أصلي فرض الظهر بالقلب الله أكبر، هو بيحكي الله أكبر، شو بيكون قلبه؟ بيكون بيحكيها شغال بإيه؟ بنفس النية. فقالوا الله أكبر مع النية من أولها لآخرها، من أولها لآخرها، وهذا أمر صعب حقيقة، يعني هذا أمر صعب. لذلك كثير من العلماء المحققين في المذهب الشافعي، واختاروا الإمام النووي ابن الرفعة والغزالي وجمع من العلماء، قالوا بكف إنه ينوي مع أي شيء من تكبيرة الإحرام، لو مع همزة الله أكبر مع آخر أكبر مش مشكلة، المهم أن ينوي ولو بجزء من تكبيرة الإحرام. ولا شك أنه هذا القول أسهل، وقول الجمهور غير الشافعية أسهل وأسهل، ونحن مع التخفيف على الناس وعلى الأمة. فقال ويجب قرن النية بالتكبير. هون مننبه على نقاط. الآن إنسان إجا من بيته، ليش طالع من بيته؟ بده يصلي، شو داوي تصلي؟ العشاء. الآن لو ظلوا هاي النية موجودة في قلبه حتى وقف، بحاجة إنه يجددها
لا ما هي النية موجودة. لكن لو النية هذه جاءها ما يشوشها أو ما يقطعها، يعني دخل المسجد بده يصلي العشاء، شاف أبو بلال، كيف حالك يا أبو بلال، شو أخبارك، شو صار في النية هون؟ الآن صار التوجه نحو السلام على أبو بلال، توجه. الآن النية قطعت، إذا بده يصلي العشاء شو بده يعمل؟ بده يجدد النية. بمعنى لو النية بقيت موجودة لم يقطعها شيء، لا يشترط لأنها موجودة، هي موجودة موجودة، لكن إن قطعت بشيء لذلك الأفضل والأحسن خروج من الخلاف عند تكبيرة الإحرام أن يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام، والله تعالى أعلم. الركن الثاني من أركان الصلاة أن يقول الله أكبر. قال المؤلف رحمه الله: الثاني أن يقول الله أكبر في القيام، ولا يضر تخليل ولا يضر تخلل يسير وصف لله تعالى أو سكوت. وترجم العاجز بأي لغة شاء، ويجب تعلمه ولو بالسفر، ويؤخر الصلاة للتعلم، ويشترط إسماع نفسه التكبير، وكذا القراءة وسائر الأركان. المؤلف حقيقة، ونختم حقيقة بهذا الركن إن شاء الله، تحدث عن الركن الثاني من أركان الصلاة، ألا وهو تكبيرة الإحرام، الله أكبر. وتكبيرة الإحرام لها شروط لا تصح دونها. من هذه الشروط أن تكون بهذا اللفظ الله أكبر، فلا يصح أن تقول العظيم أكبر، أو أن تقول الرحمن أكبر، أو تقول الشرط الثاني أن تكون مرتبة، ما بنفع تقول أكبر الله وحدة بدل الثانية، وإنما الله أكبر في القيام. هذا الشرط الثالث، أن تقرأها وأنت قائم. بعض الناس بيكون جالس شو بيعمل؟ ها الله أكبر، وهو قائم شو بيعمل؟ بكبر، ما بنفع. الأصل أن تكبرها وأنت واقف. وننبه على أمر أيضا آخر مهم جدا في الشرط الثالث من شروط تكبيرة الإحرام، أن يكبرها وواقف. بعض الناس بتدخل تصلي الجماعة فبكون الإمام راكع، فشو بتعمل عشان تلحق الركعة؟ من باب أنه بدرك الركوع بدرك الركعة، فمباشرة بغوص بكبرها وهو إيه؟ وهو نازل. وهذا خطر، لأنه إذا هو عندما نزل فقط كبر تكبيرة الركوع كما يفعل معظم العوام، معظم العوام شو بيعملوا؟ بكبروا تكبيرة الركوع، فبكون ترك تكبيرة الإحرام، فصلاته باطلة. فهذا حاله كالمستجير من الرمضاء بالنار، بده يلحق ركعة أبطل كل صلاته، زي الهرب من المطر وقف تحت المزرعة، بنفعش. بعضهم لا، بعضهم بينوي تكبيرة الإحرام وهو نازل. في رأي فقهي عند سادة الحنفية موجود إنه يعني صلاته صحيحة، لكن حقيقة عند السادة الشافعية صلاته باطلة. فليش حقيقة الإنسان يكون صلاته باطلة في مذهب؟ لا، قف وكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف، ثم كبر تكبيرة الهوي. إذن يشترط أن تكون بلفظ الله أكبر، ويشترط أن تكون مرتبة الله ثم أكبر، ويشترط أن تكون في القيام، ويشترط أيضا من الشروط أن تكون باللغة العربية. فلو كانت بغير العربية لا تصح إلا للعاجز، سنأتي على العاجز. ويشترط أيضا ألا يلحن فيها لحن يغير المعنى. طيب الآن مثل إيش لحن يغير المعنى؟ مثال ذلك لو قال الله أكبر، لا تصح، هذا سؤال. لو قال الله أكبر، أعوذ بالله، أكبر لو قصدها يكفر، أكبر جمع طبل، لا يصح. والعلماء نبهوا حقيقة على عدة أخطاء في الله أكبر. يعني مثال ذلك، قالوا مثلا الهمزة الله، زيادة ألف بعد الباء الله أكبر، نبهنا عليها الآن. قالوا والتشديد الله أكبر، أيضا تبطل. قالوا أيضا من الخلل الوارد عند بعض الناس زيادة واو قبل لفظ الجلالة، والله أكبر، والله أكبر. الآن هذه تبطل التكبير. في خلل آخر حقيقة ممكن تكون خلاف الأولى وخلاف الأفضل، لكن هذه مبطلة حقيقة للتكبير لله أكبر. الشرط الخامس وسنأتي عليه أن يسمع نفسه. إذا قال الله أكبر في القيام، في القيام ذكر أحد الشروط لتكبيرة الإحرام. وبالمناسبة لا يوجد تكبيرة في الصلاة واجبة وركن إلا تكبيرة الإحرام. قال ولا يضر تخلل يسير وصف لله تعالى،
طبعا من الشرط السادس اللي نسيت أقول لكم إياه أيضا عشان نربط الشروط، الموالاة، ألا يفصل بينها بفاصل زمني كبير. لو قال الله أكبر بنفعش بصحش. قال ولا ضر تخلل يسير وصف لله تعالى، يعني لو قال الله عز وجل أكبر ما في مشكلة، الله العظيم أكبر ما في مشكلة، الله الكريم أكبر ما في مشكلة. قال أو سكوت، قالوا السكوت اليسير بقدر النفس، يعني لو قال الله طلع نفسه يأخذ نفس قال أكبر ما في مشكلة. فإذا كان السكوت بقدر نفس واحد ما في مشكلة، لكن لو قال الله أكبر منفعش بده يعيده. قال وترجم العاجز بأي لغة إن شاء، إنه يجب أن تكون بالعربية. لو كان عاجز عن العربية قال مش مشكلة احكي بالإنجليزي The greatest God مش مشكلة، بالفرنسي بالألماني بالصيني كما تريد، لكن يجب عليك أن تتعلم. وهي قاعدة في كل أذكار الصلاة الواجبة، يجب أن تتعلم وأن تكون بالإيه، أن تكون الأذكار الواجبة باللغة العربية. قال ويجب تعلمه ولو بالسفر، حتى لو مسافر بدك تنشغل أثناء السفر بتعلم تكبيرة الإحرام. قال ويؤخر الصلاة للتعلم، لو كان بيعرفش وأسلم الآن وده يصلي ونعلمه الصلاة من أخر الصلاة قبل ما إيه ما نعلمه الأركان. قال ويشترط إسماع نفسه التكبير وكذا القراءة وسائل الأركان. هاي نقطة مهمة جدا، كل الواجبات في الصلاة القراءة وقراءة القرآن يشترط أن يسمع نفسه. إحنا عندنا الآن كم حالة؟ عندنا ثلاثة حالات في من يصلون. بعض الناس الله أكبر من غير ما ينطق، هكذا بحرك شفايفه بضل مطبق وبيصلي وهو مطبق، هذا صلاة باطلة اتفاقا لا خلاف في ذلك. الحالة الثانية ناس بتحكي الله أكبر بس إيه بتحرك الشفايف دون صوت، هكذا بتطلع صوت بس مجرد تحريك شفايف، عند جماهير أهل العلم صلاته باطلة، عند الحنفية باطلة وعند الشافعية باطلة وعند الحنابلة باطلة. ما قالوا عن صلاة صحيحة إلا مين؟ سادتنا المالكية، قالوا إذا حرك شفتيه من غير صوت لا تبطل. الآن ما الصلاة الصحيحة عند الكل؟ الصلاة الصحيحة عند الكل إنه إيه؟ الصلاة صحيحة عند الجميع أن تتكلم بصوت، إنه تطلع صوت، إنك تطلع صوت. الآن ما المراد إنك تطلع صوت؟ إنه عندما تقول الله أكبر يخرج منك صوت. طيب ما ضابط هذا الصوت وكيف يكون هذا الصوت وكيف نفرق بين الجهر والإصرار في هذا الصوت؟ هذا ما سنفصله وسنبينه بإذن الله عز وجل في الحديث عند قراءة الفاتحة في المجلس القادم بإذن الله، لأنه حديث يطول وحديث يحتاج إلى تفصيل. فبارك الله فيكم على حسن استماعكم. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.